اتمنى ان تكون لدي الكفاءه من اجل نصل هذا المنصب، هذا بين قوسين، لكن اذا خيرتني ان اكون هناك اقول لك اذا كانت وظيفتي تحتم على ذلك ساقوم بما يولي عليه ضميري. ان اقوم كما لو اني موظف تقنقراطي ولست موظف امين لطرف دون اخر. الشخص العمراني كان يقوم بواجبه ولم يتعدى على حقوق المغرب. اي احد كان سيقف امام محكمه دوله الطاس سيقوم بما قام به هشام العمراني بالحرف وبالضبط، وبإمكانه يكون اكثر من ذلك. اذا لماذا نعاتب الشخص إذا كان نفس مضمون مداخلتي امام المحكمه الدوليه سيقوم به شخص اخر؟ طب لا ناخذ راي عبد المجيد، تفضل عبد المجيد. نعم يا رب، كما قلت لك وتكلمنا حتى بين الفاصل بان هشام العمراني ليس عضوا منتخبا بقدر ما هو موظف، يعني هو موظف في هيئه، وبالتالي ربما حتى ما كان قد تمسك به وما قد في الدفاع عن نفسه امام الحمله الاعلاميه التي انا لا ادافع على هشام ولا اتهم. نعم هشام، هو الوضع لكن صعب. اثناء تحضيري لهذا الاستوديو نعم الصحافه المحليه المغربيه نعم تستاء بشكل كبير. نعم 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 متفق معك من هذا الاسم، لكن هو كما قلت فقد تمسك يعني باعطى دفعات منطقيه انه موظف في هيئه وقام ما يملي عليه واجبه المهني. اما ما يتعلق بانه كان يجب ان ينسحب ام لا فهذا ربما موقف صعب بالنسبه لهشام العمراني، يعني ليس بشيء سهل، ولكن كان يعني ربما من الاجدر او لو بحث عن طريقه يتفادى بها هذه الاشكاليه، ما لا اعتقد ان الامر كان بالنسبه له سهل. طيب منصف الاتحاد الافريقي، الا تعتقد معي بانه يعاني من لوائحه العامه؟ هناك فوضى، هناك عشوائيه نوعا ما، لان هذا الحدث ترى اكثر من مره، هناك نفس الحادثه تكررت مع شبيبه القبائل الجزائري، تذكر بذلك اللاعب الكاميروني ايبوسي تم اللجوء الى المحكمه الرياضيه، انصف الفريق على الاتحاد الافريقي، يعني ليست اول مره تضرب مصداقيه الاتحاد الافريقي. هل الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم يحتاج الى فريق محاميين جدد يعون اللوائح والقوانين الكرويه؟ انا ساتناول معك الامر بطريقه اخرى. اعتقد بانه حان الوقت للحديث عن ضرورة تغيير نمط تدبير هذه المؤسسة وطريقة انتخاب، وأيضا وجود شخص عيسى حياته منذ سنة 1988 إلى غاية الآن. هذا الشخص كون إمبراطورية أصبح هو صاحب الرأي الوحيد، بإمكانه أن يؤثر على الانتخابات، بإمكانه يؤثر أيضا على القرارات. عيسى حياته رأى في طلب تأجيل المغرب للكاف لكأس إفريقيا مسا بهذه الكأس وأيضا بهذه التظاهرة الرياضية، ومارس عنادا جعله يتناسى الدور المغربي طيلة مسار الاتحاد الإفريقي. المغرب هو الذي رفع القارة الإفريقية عاليا عندما ترشح لأول مرة على مستوى التصفيات في 1970، هو أول يزهي. بلد تأهل إلى أوكي أوكي أشكرك جزيل الشكر منصف اليازغي، كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا لك. في عجالة، هل نقصد بالفترة الطويلة التي بقى فيها عيسى حياته في الاتحاد الافريقي؟ نسأل نعم. عن عيسى مدى حياته؟ أنا سوف أجيبك بما كان قد قاله جاك أونوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا عن عيسى حياته وعن الكاف. قال بأن عيسى حياته حول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى شيء يشبه ضيعة أو عزبة أكثر منه اتحاد، أنه ضرب بجميع المواثيق والأعراف والقوانين من أجل خدمته لمصالح الشخصية. شكرا عبد المجيد آية كزار، شكرا جزيلا لك، والشكر دائما وأبدا موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم بخير، في أمان الله.